والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حلقه مشتله طيبين معكم من اسمك عطاس اللي بشوف رجع لكم فول جايز بتحدي جديد نجيب التاج. فقبل ما نبدا المقطع لا سلكس رفقرات ايش سبيت كان قرص ريكس لكم على المقطع تخلك جيم. فباذن الله نفوز في الجيم هذا لان المرحله هذه جدا ايزي ونشوف اللعب كيف. انا محمد فول جايز في الجوال يعني يا حبيبي ايش في كلهم بيسي انا كنترولها يا شباب راح ناخذ الطريق المختصر. هنا هنا اوكي يا شباب اوكي ايزي ايزي الحمد لله. اوكي لاق بالبداية ما في مشكلة. اوكي كاح او رسبون ايزي بيزي يا عزيزي سكويزي. هنا ثم هنا كاح رسبون هذا مرة ايزي يا شباب. يلا ونسي. اوكي يا شباب الله يرحمني الناس بدأوا يفوزوا والمركز الاخيرة. ثم هنا هنا فزنا ثمانية مرتبة ثمانية. اوكي من الاول الاول لا انا الثاني انا الاول خوي اخويان كله فازوا الفريق الاول نحن يا شباب تيه. هل هناك احد سقط اسمون شوف كيف خش ما بينهم عشان تعرف انه محترف بعرف العب والاحتراف. امشي بس وهي توديني. اكيد الاوائل نحن الاوائل اخر واحد من خوينا خوينا وانت تستطيع خلاص نحن الاوائل ايزي بيزي عزيزي سكويزي. هنا النهائي هنا اللي راح يفوز ون تيكت. اوكي يا شباب انا فين انا فين انا فين انا فين انا فين كان يا صالح كان لا 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 يا حبيبي انا هنا في النص حالي حالكم. لا 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 اوكي يا شباب المرحلة اللي بعدها هذه بس بإذن الله نفوز فيها بإذن الله.
ايزي اوكي. لاي 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 اوكي خلاص يا فله. اقول لكم شيء اروح انا احسن لي. سنة ايوه قهر يو شباب النهائي مرحلة النهائي اوكي يا شباب مواضيع بدأت تصعب صار الأشياء صعبة راح اشدها وراح افوز بالتاج باذن الله. هنا بدات تصعب هنا صارت اثنين اوه يرموا علينا اشياء شنو خاضوها يا صدوها اوكي يا شباب النهائي هنا صعبوه خلوه ثلاثة لا 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 فاتمنى يعجبكم المقطع لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وتفعيل الجرس تبيتكم معكم باسم كرلا 6 مع السلامة لي